عرفتم الآن لماذا تفتتح قناة القمر برامجها بخطبة الغدير؟ عرفتم الحكمة من هذا؟ ويوميا كلما بدأنا نوبة جديدة من برامجنا فإننا نعاود بث خطبة الغدير. عرفتم الآن لماذا هذا الإصرار الدائم في برامج قناة القمر على ذكر الشهادة الثالثة بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة؟ عرفتم الآن لماذا يحاربنا القطبيون؟ لماذا يحاربنا حزب الدعوة وأمثاله من الأحزاب والتنظيمات القطبية؟ عرفتم الآن لماذا تحاربنا المرجعية السيستانية؟ لماذا يحاربنا السيستانيون؟ لماذا يحاربنا الحكيميون؟ لماذا يحاربنا الشيرازيون؟ لماذا يحاربنا الجميع؟ لأن الجميع في خانة المذهب الطوسي القذر. هذه هي الحقيقة من الآخر.